واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث حققت العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن من ضبط مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات الصناعية بداخل كمية تزن أكثر من 104 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر، وضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البويات والدهانات بداخله أكثر من 34 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبالمنوفية أيضا تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية والمكملات الغذائية بداخلهم أكثر من 33 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وقرابة 77 ألف عبوة منتج نهائي لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 12 ألف عبوة مكملات غذائية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية شنت الإدارة حملة مكبرة للتفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية، أسفرت عن ضبط 7 قضايا تتعلق بمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية. وبنطاق مديرية أمن الشرقية أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأسمدة والمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات 110 طن جبس زراعي مغشوش ومعبأ داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية، كما نجحت في ضبط مصنع وثلاجة للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهما قرابة 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة بداخلهما أكثر من 5 أطنان لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمكنت من ضبط 4 شركات ومصنعين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة بإجمالي مضبوطات بلغت 9 أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وأكثر من 5 أطنان ونصف لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الحملات الأمنية بالشرقية أسفرت أيضاً عن ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة في تصنيع الدهانات وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بداخلهما قرابة 31 طن دهانات مغشوشة ومقلدة وخمسة أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وكذا ضبط 31 ونصف طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص وقرابة 1400 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن ومحلين ومعرض بدون ترخيص.